السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. إذا الفيديو نتاع اليوم راح يكون مميز، راح يكون مشترك مع قناة الشيف عفاف غربي اللي راح تحضر لكم حوت الشبوط، وصفة لذيذة جدا جدا، ونتمنى إن شاء الله تزوروا قناتها وتشجعوها وتدعموها. راح نحط لكم رابط قناتها في صندوق الوصف، وأيضا تبعوها في قناة سميرة تي في في حصة قهوة العصر. اما الوصفه نتاعي اليوم ان شاء الله راح ندير لكم لي شوسون مقليين. هذه الوصفه تختلف تماما على لي شوسون اللي مدارين طيبوهم. هذه الوصفه تجي بزاف بنينه وهايله، صدقوني روعه روعه، يجيو خفاف وما يجيوش كاع مزيتين وما يجيوش كاع معجنين كما راكم تلاحظوا في الصوره. اذا قبل لا نبداو ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، واذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش لايك وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. اذا على بركه الله نبدا مباشره في طريقه التحضير مع المقادير. هنا كما راكم تشوفوا في الريسيبيون حطيت 300 غرام فرينه. بالنسبه للاخوات اللي يطلبوا مني دائما اني نكيل لهم الكيله بالميزان، بالكيسان، 300 غرام فرينه يعني ديري زوج كيسان فرينه. الكاس الاول عمريه بيا والكاس الزاوج ما تعمريش مليح، على الاقل نقصي منه دودوا. اذا كما راكم تشوفوا زدت ملعقه صغيره ملح، ونزيد 3 ملاعق كبار زيت، اذا هنا واش راح ندير؟ راح نجمع العجينه تاعي بماء يكون دافي. هنا ركزوا لي مليح في هذه النقطه، انا هنا العجينه تاعي راح نجمعها، ولكن العجينه تاعي نسحقها تكون يابسه، ما لازمش تكون طريه. اذا في كل مره زيدوا شويه نتاع الماء حتى تتجمع العجينه تاعكم وما تزيدولهاش الماء. انا اللي هنا قلت لكم العجينه نسحقها يابسه، ما لازمش تكون طريه، لانه اذا كانت العجينه تاعكم طريه وقليتوا لي شوسون تاعكم، لي شوسون تاعكم راح يتعجنوا لكم في الزيت. هنا كما راكم تشوفوا انا راني درت كميه قليله فقط، راهي جمعت لي الفرينه تاعي كما راكم تشوفوا، راهي واضحه بلي العجينه تاعي يابسه كما راكم تشوفوا. شوفوا شحال راهي يابسه. اذا كما راكم تشوفوا اخواتي راني وضحت لكم قوام العجينه وبينته لكم بلي راهو يابس. اذا راح نجمع العجينه تاعي، ما راحش نعجنوها حاجه، نلموها فقط بالطريقه كما راكم تشوفوا، وراح نغلفها بالبابي فيلم ونخليها تتحط لمده ساعه فقط. اذا هاي لكم العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت مده ساعه. شوفوا لنا كيفاش تبدلت بعد ما ريحت، رجعت تقريبا طريه. اذا راح نخدم بها مباشره. كما راكم تشوفوا رشيت شويه الفرينه فوق البلون دو طرافاي وحطيت العجينه تاعي، وراح نفتحها بالحلال. اذا بعد ما فتحت العجينه تاعي كامل بالحلال، ها هنا راني وريت لكم سمك العجينه. اذا هنا راح نجيب هذه القطعه الكبيره كاع وراح نقطعها كامل العجينه تاعي دوائر. اذا هنا العجينه هذه راح نعاود نغلفها في البابي فيلم ونخليها تريح، وبعدها نكمل نخدم بها.
اذا هنا كما راكم تلاحظوا راح نحط الحشو، لهنا الحشو اختياري، حطوا الحشو اللي حبيتوه كيما تحبوا وعلى حسب ذوقكم. انا لهنا درت صوص طوماط، راح نزيد شويه لا فيوند هاشي مقلي، وراح نزيد شويه زيتون خضر مقطع، وراح نزيد الفرماج، اذا هنا العجينه تاعكم شمخوها على الاطراف وغلقوا العجينه تاعكم. اذا هنا كما شفتوا اخواتي شمخت العجينه تاعي بشويه ما على الاطراف، وراح نضغط هكذا بصبعتي وبعدها نكمل نضغط عليها بالفرشيطه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وفي الاخير تحصلوا على هذه النتيجه. اذا كما شفتوا العجينه جات ما شاء الله، والخدمه سهله وواضحه وبسيطه. اذا راح نكمل كميه كامل اللي عندي كما راكم تشوفوا اخواتي. لهنا راني كملت لي شوسون تاعي، درت تقريبا 15 هذه الكميه 300 غرام فرينه، درت تقريبا 15 حبه. اذا هنا راح نحط الزيت ونخليها حتى تسخن، وبعدها نقلي لي شوسون تاعي. ملاحظة لي شوسو ما تقلبوهمش حتى يطيبوا لكم من التحت ويتحمروا لكم بيا، وقلبوهم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. اذا انا راح نكمل نقلي كامل كمية تاع لي شوسو اللي عندي، قلت لكم 300 غرام فارينة، دارت لي تقريبا 15 حبة. اذا هذو هما لي شوسو اللي كنت حضرتهم معكم. لهنا بعد ما قليتهم شوفوا الشكل تاعهم كيفاش جا، وشوفوا ما جاوش مزيتين، وايضا كي يكونوا سخونين يكونوا مقرمشين. لهنا راح نقسم لكم حبه تشوفوها من الداخل كيفاش جات. لهنا شوفوها من الداخل ما رايش كاع معجنه، وايضا فيها غير لافاخس من الداخل. صدقوني هذه الوصفه تجي بزاف بنينه وهايله هايله ما نحكي لكمش. اذا اخواتي هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتحبوها. تهلاو في رواحتكم، في امان الله.